فكر. جيم ألف المستقيم جيم ألف مماس لدائرة مركزها ميم في النقطة ألف. يعني أنا عندي دائرة سنأخذ نرسمها كويس لا شك حين رسمناها. هاي دائرة نضبط شكلها بس تصير دائرة زي الناس. هاي دائرة كويس، دائرة مركزها ميم كويس. جيم ألف مماس الدائرة عند النقطة ألف، هاي النقطة ألف اعتبرها هيك، وعندنا هون مماس طبعا خطأ هيك، لازم يقطع الدائرة بس في نقطة واحدة زي ما اتفقنا. أول شيء خليني أرسم المماس، قلم شيش على كيفك. هاي هون النقطة جيم، وهاي نقطة التماس ألف كويس. جيم ألف مماس الدائرة ميم في النقطة ألف، طول نصف قطر الدائرة 6 سنتي. وصل إذن هون، إذن هذا راح يكون 6 سنتيمتر على طول. أنا بعرف إنه هذه قائمة لأنه نصف القطر عمودي على المماس. بقول لي جيم ألف طوله 10 سنتي، إذن هذا 10 سنتي. قال عدنان أن جيم ميم اللي هو طول الضلع هذا، جيم ميم أيوة 8 سنتي. أه عرفت غورس. طبعا خطأ كلامه، واضح أنه خطأ كلامه، لأنه جيم ميم راح يكون هو وتر المثلث، فراح يكون أطول من مين؟ من ألف جيم وألف ميم. إذن هذا كلامه خطأ، والأصل أنه يكون جيم ميم هو اللي 10 وألف وألف جيم راح يكون هو الثمانية. أو إذا كان إحنا بدنا نعتمد العشرة والستة معناته بدنا نطبق في فيثاغورس، فبنقول ميم جيم تربيع يساوي إيش؟ يساوي 10 تربيع زائد 6 تربيع، ويساوي 100 زائد 36، ويساوي 136. إذا ميم جيم يساوي الجذر التربيعي ل 136. يمثل الشكل دائرة مركزها ميم، ألف باء وألف دال مماساني أيوة للدائرة في النقطتين باء ودال. إذن باء نقطة تماس ودال نقطة تماس على التوالي، بحيث أن قياس الزاوية باء ألف دال باء ألف دال 60 درجة. جد قياس كل من الزاوية ألف باء دال ألف باء ألف باء دال ألف بدال، معناته بدنا نوصل خط زي هيك. يعني احنا بدنا نوجد قياس الزاوية هذه، هاي بعد شوي راح نسميها ترى جماعة زاوية مماسية، اللي هي مكونة من المماس ووتر. طلع اضلاعها مماس ووتر، بدنا نطلع قياس الزاوية، خلينا نسميها الزاوية واحد بس عشان نسهل على حالنا الكلام. والزاوية با جيم دال با جيم دال اللي هي زاوية رقم، مطلوب مننا نحسب قياسات هذه الزوايا. هات نشوف شو اللي بنعرفه. اه والله بنعرف اشياء كثيره. لو وصلنا الف ميم من عندنا، لو وصلنا الف ميم بنعرف احنا زاويه الف كلها 60 حسب النظريه المبرهنه اللي اخذناها 5-2، كانت بتصير قياس الزاويه 30 درجه، وهذه كمان راح تكون 30 درجه. ونصف القطر عمودي على المماس، اذا هذه كلها راح تكون 90. الزاويه واحد مع الزاوية الصغيرة اللي جنبها اللي هي با دال ميم راح يكونوا كلهم 90. طب هاي 30، إذن هاي 60 كويس. إيش كمان في عندي معلومات حتى أقدر أحسب؟ أنا لسه ما طلعت قياس الزاوية واحد، ما طلعت قياس الزاوية واحد. طب أنا خلنا نطلع قياس الزاوية المركزية، خلنا نشوف. إذا هاي 60 إذن هاي كمان 60. إذن الزاوية المركزية با ميم دال كلها 120 درجة، إذن قياس زاوية 2 يساوي نص ضرب 120 درجة ويساوي 60 درجة. إذا قياس زاوية 2 بيطلع 160 درجة، عفوا بيطلع 60 درجة بكل سهولة، لأنه قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها بالقوس اللي هو بادال. هاي خلصنا من قصة كبيرة جدا. الآن نيجي على قياس الزاوية واحد، ظلت قياس الزاوية واحد، كيف بدي أوجد قياس الزاوية واحد؟ طب أنا أطلع على المثلث ألف بادال، نرسمه هيك على جنب.
ألف باء دال، بس بدي أرسمه رسمة جديدة عشان يصير أوضح. ألف حطيتها فوق اللي هي ألف اللي برا هون، هذه الزاوية قياسها 60 درجة، وعندي باء اللي هي الزاوية هذه، ودال اللي هي النقطة هذه، وباء دال اللي هو الخط المنقط اللي هون موصله أنا، وهذه هي الزاوية واحد اللي أنا بدي أعرف قياسها. طيب سهل جدا، أنا بقدر أعرف من أنه المماسين هذول مرسومين على الدائرة من نقطة خارجة، إذا هم بيكونوا متطابقين، بمعنى هذه القطعة بتساوي هذه القطعة. في هذه الحالة راح يكون 180 درجة المثلث مجموع قياسات زوايا ناقص 60 درجة اللي هي زاوية الرأس راح يطلع 120 درجة. معناته 120 درجة راح يتوزعوا على الزاويتين باء ودال اللي هم زوايا القاعدة، إذا راح يكون 120 تقسيم 2 ويساوي 60. في هذه الحالة بعرف إنه هذه القطعة كمان باء دال لازم تكون قد ألف باء وقد ألف دال، معناته هنا باء دال بتساوي كمان ألف باء وألف دال. لاحظوا طلعنا شغلات إضافية عن السؤال. يلا، يمثل الشكل 229 دائرة مركزها ميم، ألف باء مماس لها عند النقطة باء، إذا هذه الزاوية على طول قياسها 90 درجة، شوف على طول عرفتها. ألف دال قاطع لأنه قطع الدائرة بنقطتين اللي هما جيم ودال، كويس. النقطة ها تقع على الوتر جيم دال، النقطة ها تقع على الوتر جيم دال، هي نقطة من النقط، ما قال في النص ولا قال شيء، بحيث أن الزاويتين باء ألف ها، باء ألف ها اللي هي هذه الزاوية يعني ألف الخارجية أيوة مالها، وباء ميم ها، باء ميم ها هذول هاي الزاوية متكاملتين. إيش يعني متكاملتين؟ يعني قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية ميم اللي هي المركزية، نختصر بس بالكتابة، بساوي 180 درجة. هاي معنى زاويتين متكاملتين. هو حكي لي هيك، أثبت أنها تنصف الوتر جيم دال، يعني بالنسبة أنها تنصف جيم دال، تقع في منتصف جيم دال. طب خلينا نشوف كيف. هذول زاويتين إيش حكالي عنهم؟ إنهم متكاملتين. طب إيش يعني متكاملتين؟ قلنا إحنا مجموعهم 180 درجة، كويس. وهذه الزاوية شو راح تكون هون؟ قائمة، أكيد راح تطلع قائمة. ليش راح تطلع قائمة؟ سهل جدا، لأنه الشكل الرباعي اللي هو الشكل ألف هاء ميم باء رباعي، إذا المجموع قياس زوايا الداخلية لازم يكون 360 درجة. طب أنا بعرف منهم إنه قياس زاوية باء 90 درجة قائمة لأنه نصف القطر عمودي على المماس، وبعرف إنه قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ميم بيطلع 180 درجة من المعطيات، قال لي إنهم متكاملتين. إذا قياس زاوية ألف وقياس زاوية ميم وقياس زاوية باء مع بعض الثلاث بيكملوا ل 360، بدهم قديش؟ بدهم 90 درجة، إذا قياس زاويتها راح يطلع 90 درجة، إذا هذا صار عمود. نرجع للنظريات اللي أخذناها في الدرس الأول، لما يكون في عندي عمود نازل من مركز الدائرة على الوتر فإنه ينصف الوتر، وبهيك احنا بنكون